للشعب السوداني البطل الذي خرج وملأ الشوارع. ملايين من البشر خرجت لتقول لا لحميدتي وللبرهان. حديثنا اليوم ليس عن البرهان ولا عن حميدتي، حديثي موجه للسيد الصادق المهدي. مواقف كلها مخزية سيئة لا تليق برجل نهيك أن تليق بشخص مثلك. يوم أن أتيت للسودان قبل ديسمبر، في ثورة ديسمبر بالصدفة جئت في موكب وقلت أنك لم تريد أن تشارك في هذا الموكب وكنت تذهب في عزاء، فضل اعتصام، قلت لا داعي للاعتصام. يوم العصيان المدني قلت لا داعي للتصعيد. يوم المظاهرات المليونية قلت لا داعي للتصعيد. ماذا تريد حقيقة؟ ماذا تريد؟ لن أفهمك. الآن بعد انتصارا الكبير في هذه المليونية تقول أن حميدتي لو أراد أن يكون رئيسا يجب أن يكون حزبا؟ كيف بالله عليك تفكر؟ نحن لن نرضى به دكتاتورا غصبا عنا، نرضى به أن يكون رئيسا منتخبا؟ كيف تفكر أيها الشيخ؟ كيف تفكر بالله العظيم عليك؟ يجب أن تكون لديك مواقف جيدة، لا أن تصرف الناس عن حميدتي، لا أن تصرف الناس عن المبادرة الأفريقية، أن تكون لنفسك مهرجان. أنا سأقولها لك، إذا لم تلتزم مع قوة إعلان الحرية والتغيير ستفقد ما بقى لك من كرامة ومن عزة، ولا تتخيل أنك ستخيف الناس بأنك ستخرج من قوة التغيير. أخرج غير مأسوف عليك. قوة التغيير الآن الشعب الذي خرج في الشارع لا ينتمي لحزب الأمة، لا ينتمي لأي حزبية سياسية، وإنما ينتمي لهذا الوطن. فأنا أحذرك قبل أن أحذر حميدتي. فحميدتي نحن نقدر عليه، نحن نستطيع أن نهزمه في كل مكان، ولكن للأسف ربما تأتينا الهزيمة من الذين يكونون أصدقائنا. انا اخت مهند مرغني صاحب عبد الرحمن لزم. مهند مرغني بدي اعرف فيك حزب الامه. ما يهمك يا اخي، انت ثوريه زينا والله. ابشر بالخير. امسح اي كلمه في وشك، امسح علينا والله. ثوريه زينا والله العظيم. ما تزعل علينا، ما تزعل علينا والله. يا توي يا سلام، صالح من حبه لكن بس خلي يغير موقف، بس صالح خليه يغير معانا، بس على الاقل يلا كده والله. صالح الماضي يصير عشان الغرامات في لكن انت يقرر انه المسيره انت ثوريه زينا. ما انا يا اختي، ما في جرائم يا اختي. يا اختي فاشله يا مريم، فاشله يا مريم. يا اختي معانا والله، عملناه يوم الجمعه اعلان الصلاه. والله معانا الصادق المهدي في الجريده موجود، قال انه البلد في حاله تفاوض، قال المسيره دي ما بوافق بها. ده قرار في الجريده يا حبيب. احنا امبارح عندنا تعبئه في كل العاصمه القوميه، في كل العاصمه القوميه قبلها مكتوبه 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 دائما دائما موقف ضباب. لا 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 ربنا يقويك، ربنا يقويك. العصير في مسيرتنا، الناس فيها في كل محل، وشقايين فيها في كل. ليه دائما موقف ضبابي ما معروف؟ ليه دائما الناس تتفق ويختلف؟ يفرق الاعلان الحريه والتغيير. عيني يا اخوي، كل ما ضر الاعلان، كل ما تغلى الشعب السوداني، وكل واقف مع الناس. ما وقته كيف؟ ما وقته كيف؟ ما وقته كيف؟ ما وقته كيف؟ مباري ام هداع شهيد يا جماعه. رسل يوم هداع قال لي تقابليه، رسل المستشارين بتاعين الاثنين في البيت. اها يا حاج، وانا رديت لهم بكلمه واحده. قول يا امي. قلت لهم انا لسه ما بحمي قضيه هزاع. لو بحمي قضيه هزاع بجي اجيب معاكم. Yeah.
ملك. كش يا ملك، جاتك ملايين الخلق من كل دار، شيبة وصغار من كل لون، سحنة وعرق، ثارت بلدنا على الظلم في يونيو، مرقت تنعتق يا للحشود. شفتوها زين؟ شفناها زين. شفتوها وين؟ شفناها في كل البلود. هل ليها حد؟ ما فيش حدود. شهد الشهود إذن انتهت، عب السلاح، قفل كباريها البلد، حضر عتادك والجنود. كل ما تزيدنا من الرصاص زدناك يا مجلس صمود، كل ما تزيد غي وكذب زدناك نحن من الصدق، من ثورة لا بتعرف تبيع لا بتنطفي ولا بتنسرق. فأقيف هناك جيب الحرس، أخطب وجعجع في الجميع، فرفر ودقدق وانفلق، حدث الحدث، حدث الحدث، حدث الحدث، ورهيفتك انقدت خلاص، ما ظنه تاني بتتلتك. السلام عليكم ورحمة الله، معكم معاذ عثمان، وفي يوم 30 يونيو كنا مستنين من الصباح بفارغ الصبر الساعة 1 دي تجي 200. اتوجهنا من الخرطوم لمدينة بحري، بالتحديد لمنزل أحد معارفنا في شارع المعونة. وصلنا المنزل في الساعة 12، تواجد كثيف لقوات مكافحة الشغب، تواجد كثيف لقوات الجنجويد. وصلتنا البيت وقفلتنا للباب، وقفت 4 تاتشرات وتمركزت مقبلة على شارع المعونة. بقينا ما عارفين نطلع من البيت كيف، بقينا ما عارفين الحاصل في الشارع شنو. كلمة مدنية بقينا نسمع أكثر من أي حاجة ثانية. التواجد بتاع الكجر جدا جدا خالص في المنطقة تحت الماسة خوي. الناس اللي كانوا قدامنا بالباب نزلوا من تاتشرات وبدوا يتحركوا وسط الحي. تقريبا التاتشر فيه زي كان 9 انفار او 8 انفار، حاليا فيه زي 3 أو 4 في كل تاتشر. احنا قصاد الباب بالضبط فيه 4 تاتشرات او 4 ركاسي دعم سريع. الهتافات تعلو من بعيد، ولكن ما شايفين اي مواكب في الشارع. الحركة تحت المواصلات وحركة السيارات تسير بانسيابية، ولكن الهدوء ما للشارع. التوتر من الجهتين، من المواطنين المعارفين حيحصل شنو، ومن الجنجويد البرضو معارفين حيحصل شنو. تواصلنا مع عدد من الأصدقاء في محيط ولاية الخرطوم عشان نعرف تحركات المواكب كيف. أقرب موكب لينا كان جاي بشارع المعونة من منطقة شنبات. بقينا نسمع الهتافات، نحاول نصور من غير ما يلاحظونا قوات الجنجويد. انتقلنا للتصوير بالدرون، قدرنا نعرف كمية بتاعت مواكب بدت تلتقي بالقرب من منازل الشهداء في منطقة المزاد، وبدت المواكب دي تكتر وتكتر من شارع المعونة متوجهة لشارع الزعيم الأسهري، له المنطقة دي استاد التحرير. الساعة 1 قربت، بقينا نسمع الهتافات من داخل الحي، وذهلنا بموكب يسير بقوة متوجه من تقاطع المؤسسة للشمال الجغرافي. صراحة الموكب وهيبته فاجأتنا وفاجأت كل قوات الجنجويد وقوات الشرطة اللي كانت متواجدة في الشارع. وأجمل مشهد شفناه في بداية المواكب إنه الشباب بيدافعوا عشان يكونوا حائط بشري بين الموكب وبين قوات الشرطة وقوات الجنجويد المتمركزة في المنطقة. المواكب بدت تزيد وتزيد وتزيد، ونحن واقفين في السطح بنراقب المواكب دي لمدة نصف الساعة، نصف الساعة والناس بتزيد. شارع المعونة بدأ يمتلئ بالثوار، الكلمة واحدة، مدنية مدنية. الحمد لله قدرنا نصور، وتمت ملاحظتنا عدة مرات من قوة الجنجويد، لأنه بصراحة هم كانوا تحتينا في الشارع. الحمد لله بمساعدة الجيران، الحمد لله بمساعدة عدة من أصدقاء قدرنا نطلع
ولكن واصلنا مراقبة الموكب على امتداد شارع المعونة. وفي قرابة الساعة 3:30 بدأت القوات الأمنية بفض المواكب المتواجدة في شارع المعونة. تم استعمال كمية من قنابل الغاز المسيلة للدموع، كانت في أعيرة نارية بتطلق في الهواء، ولكن ما قدرنا نتأكد هل حصلت إصابات من الثوار أم لا. للأسف لدواعي أمنية اضطرينا أننا نتوجه من منطقة بحري، نحاول نمشي بشرق النيل ونطلع على الخرطوم، ولكن الأنباء كانت بتتوارد علينا من الخرطوم ومن أم درمان وحتى من منطقة بحري كانت مفرحة شديد. مليونية 30 يونيو نجحت، مليونية 30 يونيو خلعتنا نحن قبل ما تخلع المجلس العسكري، مليونية 30 يونيو أثبتت أن المواطنين السودانيين كلهم على قلب رجل واحد، كلهم عاوزينها مدنية،